الثالث غزلان قطعت المسافة في 13 دقيقة 5 ثواني 92 جزء من الثانية. تهانينا أيضا والناموس لمالك غزلان حمد بن حسين بن علي بن جرحب المري. تهانينا والناموس لكل الفائزين، حظا أوفر لمن لم يحالف الحظ. أما في هذه اللحظات الكلمة تنتقل للزميل حمد بن الضبيب الشمسي. وقفت يا العالم جميع يوم إن هذا المذيع. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير وكل الحب. هنا ينطلق في هذه اللحظات الشوط السادس في أشواط هذه الفترة الصباحية، وهذا الشوط خاص بالأبكار الثنايا من خلال هذا المسار وهذا الانطلاق. يسير الشوط مشاهدينا الكرام اكيد بتحديات كبرى في هذا الصباح الجميل، ومع اكيد بلا شك كل الاسماء وكل التحديات. التوقيت الزمني لا زال حتى هذه اللحظات صامدا تحت اقدام طيف لمحمد بن حسن بالثيمه العامري قلب الاسد في توقيت زمني مختار 12 دقيقه 52 ثانيه و22 جزء من الثانيه. هو التوقيت الافضل والاجمل في انطلاقات الصباح حتى هذه اللحظه مشاهدينا الكرام. نسير بكم الى المقدمه والى الصداره والى حيث الامور هناك في البدايه. 8 كيلومترات هي المسافه والتحديات الاولى لمجريات وناموس هذا الشوط. المقدمه والمركز الاول نشاهد نتابع على المركز الاول هناك، والحضور الاول اكيد في هذه المشاركه وهذه القمه السادسه في انطلاقات الصباح. جائزه هذا الشوط سياره بي ام دبليو مقدمه من عبد الله بن محمد الخليفي. نشكر ايضا كل الشكر على هذه المساهمه، ونشكر كل الاخوه المساهمين في هذا البرنامج. هنا برنامج مونديالي اكيد بلا شك، واسم مهرجان المونديالي سباقات الهجن على ارضيه في ميدان الشحانيه. الكل مشاهدينا الاعزاء اتى للفوز وللمشاركه وللتحديات في هذا المشوار، ولكن اكيد مع البي ام دبليو في هذا الشوط. نتمنى التوفيق لكل المشاركين لكل المنطلقين. هناك ايضا على شاشة التلفزيون هناك كادر اخر اكيد بلا شك العرض والثلاث المراكز الاولى الفائزة في الشوط الماضي والتكريم بمادة الزعفران. نعود الى المقدمة نتابع مقدمة الشوط والمركز الاول مشاهدينا الكرام. هذه اليمامة انتقلت الى اول المراكز. اليمامة تعود ملكية محمد القحطان، هو من ينتقل يتصدر قائمة الشوط. المركز الثاني هناك على المركز الثاني وصلت بارودة وعلي بن سالم بن سنيد الدعية المري يحتل المركز الثاني. نشوف المركز الثالث، نتابع المركز الثالث وتأتي حشيمة لحارب بن خالد بن حميد المهيري في المركز الثالث في هذه اللحظة. بينما المركز الرابع نشاهد مطرة عبد الله بن سلطان بن سيف المشغوني أيضا تحتل المركز الرابع في هذه اللحظات. والمركز الخامس شوف المركز الخامس، هذه المسك لعبيد بن محمد بن حمد الوهيبي في المركز الخامس مشاهدينا الكرام. هذه الخمسة مراكز، هذه النجوم الخمسة، النجوم الخمسة والكواكب هنا في ميدان الشحانية في هذه الانطلاقات وتحديات الكبار في هذا اليوم. أكيد يبدأ الرقص مع الكبار دائما في كل التحديات في كل المنافسات. الثمانية كيلومتر ستكون حاضرة وأكيد شيقة لكل المشاركين والمتابعين، أتوا من كل الميادين من كل الدول الخليجية ليشاركونا هذه الفرحة الكبيرة فرحة المونديال. لكن نعود إلى صدارة الشوط المقدمة والمركز الأول. هنا بارودة لعلي بن سالم بن سنيد الدعية المري، هو من ينتقل إلى أول المراكز أيها الحبل الكريم، وينتقل مباشرة إلى الصدارة وهذا الناموس. المركز الثاني نتابع إذا من خلال هذه اللحظات. المركز الثاني اللي وصلت في المركز الثاني مطرة وعبد الله بن سلطان بن سيف بن معضد المشغوني. من يتواجد على المركز الثاني هالي سويحان، أكيد يطالبون دائما بكل ما هو جديد وبكل ما هو مميز. المركز الثالث نقلة وأول ندى للمها سالم بن ناصر المكسور يتقدم إلى المركز الثالث في هذه اللحظة. هي المكسور
المركز الرابع وصلت هملولة لمحمد بن سعيد بن خالد المنصوري يحتل المركز الرابع، بينما المركز الخامس هناك حشيمة لحارب بن خالد بن حميد المهيري ياتينا يتواصل على خامس المراكز. هذه الخمس المراكز الأولى التي تتجول بينها عدسات الكاميرا وعدسات الكأس والدوري وعدسات دبي ريسينج، وتابع لتنقل هذه الأحداث أكيد من خلال هذا الموقع. 23 ذلول مشاركة في هذا الشوط من هذه الأبكار المميزة، الأبكار التي سجلت نقاط مع ملاكها مع المضمرين، اليوم تشاركنا لتأتي بالبي ام دبليو في خط النهاية، ولكن هل تأتي مطرة بهذه البي ام الدبليو في المقدمة؟ هناك يا سلام مطرة مسيطرة، مطرة مسيطرة على مقدمة الشوط. عبد الله بن سلطان بن سيف بن معضد المشغوني هو من يتقدم إذن إلى المركز الأول. إذن في مقدمة الشوط والمسيطرة مطرة في المركز الأول مع المشغوني، بينما المركز الثاني هناك يتقدم الآن المكسور، يتقدم المكسور يأتي بالمها سالم بن ناصر المكسور انتقل إلى المركز الثاني إلى ثاني المراكز بمحاولات أكيد بلا شك مع هذه التكتيكات الأولى، التخطيط الأول لمجريات وانطلاقة هذا الشوط. إذن مشاهدينا الكرام ثلاثة المراكز، أما المركز الثالث هنا وصلت من خلال هذه اللحظات بارودة علي بن سالم بن سنيد الدعية المري ينتقل إلى المركز الثالث مع وجود بارودة. أما المركز الرابع هناك وصل المنصوري في المركز الرابع، هملولة محمد بن سعيد بن خالد المنصوري يحتل المركز الرابع في هذه اللحظة. والمركز الخامس هناك تدخل جديد، هناك عبيد بن محمد الوهيبي يتدخل على خامس المراكز. مشاهدينا الكرام هذه الخمس المراكز الأولى الآن حتى هذه اللحظات مع الأربعة كيلومترات الأولى المنطلقة بها في تواجدها في تحديها في تنافسها الأول، ولكن الأمور وين بتصبح يا المشغوني؟ لا زالت مطرة مسيطرة، لا زالت مطرة مسيطرة، والاندفاع لهذه المراكز الأولى على قائمة هذا الشوط، قائمة الفايف ستار والمركز الأول لا زالت مطرة. عبد الله بن سلطان بن سيف بن معضد المشغوني لا زال في المركز الأول، لا زال يقدم هذه المطرة على المركز الأول ومنافسات هذا الشوط. أكيد بلا شك الحضور قوي، الحضور قوي، المناسبة كبيرة، المناسبة فرحة كبيرة، لكن مطرة مسيطرة، مطرة مسيطرة في المركز الأول في أجواء الناموس الأول، هناك على صدارة الشوط تقود كل هذه الأسماء وهذه المجاميع إلى خط النهاية. أما المركز الثاني تصل المها سالم بن ناصر المكسور يتجول يتواجد على المركز الثاني. المركز الثالث هذه بارودة علي بن سالم بن سنيد الدعية المري يحتل المركز الثالث، يتواجد منذ الانطلاقة في هذا الموقع، لم يغير ساكنا ولم يغير نتيجة حتى هذه اللحظة. أما المركز الرابع فيصل المنصوري حاملا معه السلالة الهملولية، هذه السلالة الهملولية، هذه هملولة محمد بن سعيد بن خالد المنصوري مشاهدينا الكرام على المركز الثالث في المركز الرابع في هذا اللقاء. هذه الأربع المراكز الأولى انفردا وابتعدا عن كل المراكز مشاهدينا الأعزاء، بينهم المركز الخامس هذه المسك العبيد بن محمد بن حمد الوهيبي أيضا مشارك من السلطنة يشارك في هذه اللحظات في هذا الشوط. والمركز الخامس هذه المراكز الأولى المتقدمة في نشاط الصباح، نشاط الصباح، نشاط التميز، ولكن العودة إلى مطرة، العودة إلى مطرة مشاهدينا الكرام هي من تسيطر، هي من تقود المجاميع. هناك المشغوني عبد الله بن سلطان بن سيف بن معضد المشغوني في هذه اللحظات هو يسيطر، يسيطر مع مطرة، يسيطر على المركز الأول، يندفع إلى حيث الاشتياق دائما. الله أشواط السيارات فيها أكيد بلا شك، فيها اشتياق، فيها تحدي، فيها منافسة، فيها إثارة، ولكن مطرة هي من تثير الإثارة الأولى، هي من تطلق شرارة الإثارة الأولى على المركز الأول. يا سلام يا المشغوني يا المشغوني، عبد الله بن سلطان بن سيف بن معضد المشغوني هو من يسيطر حتى هذه اللحظات ومريح، مريح مريح باله، مريح باله، مريح باله، مطرة حطته على راحته. المركز الثاني نشوف المركز الثاني مع المكسور، وصلت المها سالم بن ناصر المكسور إذا تتواجد في المركز الثاني على هذه اللحظات. أما المركز الثالث يتقدم بالدعية، يتقدم الدعية مع بارودة، بارودة بارودة بارودة، علي بن سالم بن سنيد الدعية اللي انتقل إلى المركز الثاني.
في هذه اللحظات ليغير من موقع، ليغير من موقعه. هو يعشق المركز الأول أكيد بلا شك، من لا يعشق المركز الأول فإنه لا يحب الأثارة، لا يحب التحدي. المركز الأول هو التحدي، هو بحد ذاته التحدي والناموس. المركز الرابع نتابع المنصوري، محمد بن سعيد بن خالد المنصوري أو محمد بن مساعد بن خالد المنصوري، هي هملولة في المركز الرابع. أما المركز الخامس فيتصل المسك، المسك العبيد بن محمد بن حمد الوهيبي يحتل المركز الخامس، وبدأ الهجوم، بدأ الهجوم من خلال هذه اللحظات. الجماعة واصلين، حرك يلي بتحرك، حرك يلي بتحرك، يلي عنده شيء هني هني مشاهدين الأعزاء ينتقل به إلى المركز الأول. لكن لا تزال مطرة مسيطرة، لا تزال مطرة مندفعة في المركز الأول. وانذ البداية عبد الله بن سلطان بن معضد المشغولي، لكن أشوف الجماعة واصلين، الجماعة جايين، الجماعة كلهم قادمين. الله، بدت لعبة الكر والفر، بدت لعبة الكر والفر، بدت التنافس الأخير، بدت التنافس الخطير. وعبيد وصل، عبيد بن محمد الوهيبي يصل إلى المركز الثاني مع المسك. في هذه اللحظة تغيرت الأمور، اختلط الحابل في النابل، اختلط الحابل في النابل، الكل يحاول، الجميع يحاولون، الكل قادمون. المركز الثالث هناك وصل اسم جديد، هذه ميزة، راشد بن علي بن دلوان المري، وكل يدلي بدلوة. يا بن دلوان احتل المركز الرابع، الثالث المركز الرابع هنا، وصول وصول بالشيخ متعب بن حمد بن متعب العامري، يا سلام. المركز الخامس هذه العاصفة لعبد الله بن سالم بن حويل الشهواني، يحتل أو المري يحتل المركز الخامس، الخامس الخامس. لكن مطرة سيدة الموقف، مطرة سيدة الموقف، دخلنا في أجواء الكيلو الأخير، كيلو الامتحان، الكيلو الأخير الأخير. الإثارة وين؟ الإثارة بدت مع مطرة مطرة، واستعجلت يا راعي سويحان، لكنه ينطلق. عبد الله بن سلطان بن معضد المشغولي، نقول نادرة هذه النادرة من البداية حتى هذه اللحظات، قادت الأمور لصالحها. يا سلام، يا المشغولي، يا المشغولي، يا المشغولي يا أخوي، يا أبو سيف حلق على المقدمة. عبد الله بن سلطان بن سيف بن معضد المشغولي من البداية يقود كل هذه الأسماء، لكن تحذر وحذاري من عبيد، حذاري من عبيد، حذاري حذاري من المسك، المسك اللي غيرت المسك. الله 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 الله، انتفعت، ارتفعت حرارة الجو، حرارة الجو، حرارة الشوط ال 400 متر الأخيرة. لكن هل سويحان، هل سويحان ما عليه ما يحتاج، خلاص معاهم الأمان، معاهم الأمان. والله يا أبو سيف، يا أبو سيف ما يحتاج، ما يحتاج، ما يحتاج، ما يحتاج. ذكرني بهم يا أخوي، مطرة مطرة، والسيارة يابتها، البي أم يابتها، والناموس يابتها هنا من الشحانية مباشرة إلى الإمارات، إلى سويحان، إلى مدينة الخضرة والجمال. تهانينا والناموس ومدينة التراث. سلطان عبد الله بن سلطان بن سيف بن معضد المشغوني، من البداية حتى هذه اللحظات قامت راس وانهت هذا الشوط، راس لصالح تهانينا والناموس. المركز الثاني المسح عبيد بن محمد الوهيبي، المركز الثالث تصل ميزة لراشد بن علي بن دلوان. المركز الرابع عبد الله بن سالم بن حويل يقدم العاصفة على المركز الرابع، بينما المركز الخامس تصل العقرب لناصر بن حمد بن مبارك الشهواني. ياتينا مشاهدينا الكرام على المركز الخامس. كانت هذه النتيجة حاضرة أمام حضراتكم أيها الحفل الكريم مشاهدينا الأعزاء في تحديات هذا الشوط السادس، ولكن كانت بالفعل مطرة هي من قدمت العرض الجميل والعرض الرائع في تحديات هذا الشوط. قطعت المسافة في توقيت زمني مقداره 13 دقيقة 9 ثواني و22 جزء من الثانية. الثانية أكيد للمشغوني عبد الله بن سلطان بن سيف بن معضد المشغوني، قامت راس انهت هذا الشوط، راس لصالحها تماما. المركز الثاني المسك عبيد بن محمد الوهيبي 13 دقيقة 10 ثواني 49 جزء من الثانية. تهانينا والناموس. والمركز الثالث هناك وصول